على أي حال خلينا ننتقل لخبر عاجل مشاهدينا. حسب مصادر أوكرانية وحسب أخبار أوكرانية، روسيا قصفت 5 مطارات من بينها مطار كييف. مرة أخرى، روسيا قصفت 5 مطارات من بينها مطار كييف. طيب يعني أستاذ جمال رائف، حضرتك معنا؟ أيوة. طيب أستاذ جمال، يعني زي ما احنا متابعين للأخبار وقصف 5 مطارات منها مطار كييف، أيضا هناك أنباء عن انفجارات في ماريوبول، ميناء ماريوبول في أوكرانيا. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، يعني روسيا اتضح أنها من الواضح أنها اتخذت قرارها بالفعل، والغرب يعني خلينا نقول أن هو اختار أن يتبع سياسة العقوبات، وبوتين تحدث أنه إذا أوكرانيا اختارت ألا تنضم للناتو سيكون الوضع أفضل بكثير. سؤال حضرتك يا فندم، هل بالفعل أوكرانيا كانت تملك خياراتها أم أن الغرب كان له وجهة نظر أخرى واستخدم أوكرانيا؟ يعني في الوقت الأخير لم تعد تمتلك خياراتها، أصبحت مخلب قط في يد الجانب الغربي. كان هذا الأمر يستلزم أن يكون مبكرا، يعني كان القرار هذه الحكمة الدبلوماسية والتفكير السياسي الرشيد كان يجب أن يكون مبكرا من الجانب الأوكراني. فكرة يعني معاداة الجانب الروسي وإبداء هذه العنجهية السياسية والحديث عن الناتو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والانتماء في أحضان الجانب الغربي والاستفزاز المباشر للجانب الروسي، أنا أعتقد أنه هو لم يكن سياسة حكيمة من قبل الجانب الأوكراني. ودي بالحقيقة يعني نتاج أن تعول الدول على دول أخرى، يعني فكرة أنك تتنازل عن فكرة خلق توازنات سياسية خاصة ببناء مصالحك الداخلية وتعتمد على دول أخرى كبرى في الحفاظ على أمنك وعلى استقرارك وعلى حتى مصالحك الداخلية، هذه هي المشكلة الكبرى والضمة الكبرى. وده في الحقيقة اللي حدث حتى في بعض الدول في الشرق الأوسط. عشان كده بنقول دايما الدول عليها أن تبني سياستها الخارجية بتوازن يخدم مصالحها الداخلية ويحمي الأمن القومي الداخلي، ولكن أستاذ جمال لم يحدث في أوكرانيا. أستاذ جمال، يعني نتابع الآن لقطات مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، والحركة في الشوارع تبدو قليلة عما رصدناه يعني قبل ساعة من الآن. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف وإعلان وسائل الإعلام الأوكرانية بأن روسيا قامت بقصف 5 مطارات في أوكرانيا من بينها مطار كييف، وربما هو ما يدلل عن يعني فكرة قلة الحركة في الشوارع أو في شوارع العاصمة كييف تحديدا. هل ترى الآن يعني هذا القصف وهذه الأماكن الحيوية التي تقوم روسيا باستهدافها، أوكرانيا قادرة وحدها على صد هذه الهجمات، أم أصبح دخول حلف الناتو أمر حتمي لمساعدة أوكرانيا كحليف لها؟ الأحداث بتتسارع بوتيرة لم نكن نتوقعها، يعني لم نكن نتوقع اليوم أن يكون هناك مثل هذا القصف بهذه السرعة، ولكن أعتقد أن تحركات الجانب الروسي مبنية على اختبارات سابقة للناتو. الناتو لم يواجه روسيا في أي مواجهات سابقة في الشرق الأوسط، وأيضا حينما اختبر بوتين صبر الناتو في الاعتراف الأخير بالدول في شرق أوكرانيا وقام بالفعل بتحريك قواته والمناورات وإلى ذلك، لم يرى رد فعل إلا سوى بعض العقوبات وبعض التنديد وبعض الشجب، وأيضا حتى الآلية الدولية المعتمدة في مجلس الأمن، وهي يعني في الحقيقة أيضا تعتبر معطلة، لأن بنتكلم على أصوات فيتو 2 الصين وروسيا و3 في الجانب الغربي فرنسا انجلترا الولايات المتحده الامريكيه. اذا حتى لا مجال لمجلس الامن في الدخول الى في هذه القضيه، لان الفيتو سوف يعطل اي مسار. وبالتالي انا اعتقد ان بوتين يتصرف بارتياحيه لانه اختبر رده الفعل الخاصه بالناتو وايضا بالولايات المتحده الامريكيه، وراها انها سوف تقتصر سواء على الدعم العسكري للجانب الاوكراني، وسوف تكون الحرب من خلال الستار الاوكراني، وطبعا ده بالنسبه لبوتين جيد جدا لانه سوف يستطيع التفوق على هذا الامر، او من خلال العقوبات. والعقوبات في الحقيقه سلاح غير ناجز تماما مع الجانب الروسي. ليه؟ ببساطه جدا، نحن نتحدث عن خساره لبوتين منذ منتصف العام الماضي في صادرات الغاز
بعد دخول الولايات المتحده الامريكيه للسوق الاوروبي يعني لا تضاهيها اي خساره اقتصاديه قادمه، لان الولايات المتحده الامريكيه دخلت الى السوق الاوروبي واحتلت المكانه الروسيه وطبعا عبر الفزاعه الاوكرانيه، واستطاعت ان تسيطر على جزء كبير جدا من الصادرات الروسيه التي كانت تذهب الى الاتحاد الاوروبي من الغاز، وروسيا طبعا بتصدر للغاز 40% من قدراتها من الطاقه، وبالتالي هنا الخسائر اساسا موجوده. يعني بوتين لن يخسر اكثر من هذا، بنتكلم على خط نورد ستريم 2 الذي تم ايقافه، يعني الخسائر الاقتصاديه لن تكون اكثر يعني من اذا العقوبات الاقتصاديه لن تحقق جدواها. البيت الابيض اعلن منذ قليل بان الرئيس الامريكي جو بايدن سوف يلقي كلمه على الشعب الامريكي منتصف نهار اليوم، يعني بماذا سيخرج الرئيس الامريكي على الشعب وينظر اليه المحللين كونه الان في موقف ضعف نتيجه عدم حل هذه الازمه؟ بالتاكيد يعني انطلق من حديث حضرتك، بالفعل هو الان في موقف ضعف على الصعيد الداخلي بالتحديد، يعني حتى مع شعبويه ترامب ودفاع ترامب لم يتخذ قرارات تورط الولايات المتحده الامريكيه دوليا بهذا الحجم، سواء في افغانستان او حتى في اوكرانيا الان. انا اعتقد ان بايدن اتخذ قرارات اضعفت من صوره الولايات المتحده الامريكيه دوليا بشكل كبير جدا، وابرزت التفوق الشرقي، وبالتالي انا اعتقد ان خطاب بايدن اليوم سوف يكون موجه بالتحديد للداخل، للناخب الامريكي، للراي العام الامريكي الذي يرى الان امريكا القويه القادره الذي وعد بها بايدن لم تحقق اي نجاحات على الصعيد الخارجي، فقط تورطت في افغانستان، فقط الان تتورط في اوكرانيا، وايضا لا تستطيع ان ترد، وردت فعلها ضعيفه للغايه، بعض العقوبات من الممكن ان تكون ناجزه على بعض الدول الناميه او الصغيره، ولكن لن تكون ناجزه على دول كبيره بحجم روسيا والصين، والولايات المتحده الامريكيه جربت هذه العقوبات مع الصين ولم تحقق اي مردود ايجابي، وبالتالي تكرر نفس الاخطاء. اذا استاذ جمال، لماذا تكرر نفس الخطا؟ لانها لا تمتلك اوراق اخرى، يعني انا اعتقد ان كان من المفترض أن يعني تكون التحركات الأمريكية أكثر هدوءا وأكثر ثباتا وعقلانية في الدفاع ناحية شرق أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول بايدن إلى البيت الأبيض وجهت بصمة سياستها الخارجية إلى نقطتين، النقطة الأولى شرق أوروبا والنقطة الثانية إلى بحر الصين الجنوبي، إلى يعني آسيا أو يعني شرق آسيا من الأسفل، يعني جنوب شرق آسيا بالتحديد، وبالتالي كان العمل على المحورين صعب في نفس التوقيت، وبالتالي وجدنا وتيره متسارعه ادخلت الولايات المتحده الامريكيه في اخطاء في التحركات الدبلوماسيه دفعت نتائجها سواء في افغانستان او الان في اوكرانيا. انا اعتقد ان هذه الهزه في صوره الولايات المتحده الامريكيه الان يجب ان يتبعها حوار دبلوماسي رصين وعقلاني ما بين الكتله الغربيه والكتله الشرقيه لانقاذ العالم من تبعات ما يحدث الان، ليس فقط انقاذ اوكرانيا او انقاذ حتى الولايات المتحده الامريكيه وصورتها، ولكن ما يعني المسؤوليه هنا بقى الدوليه، هناك مسؤوليه دوليه على الدول الكبرى. يعني استاذ جمال، احنا لسه حديثنا مستمر مع حضرتك.